منه ولا ايه؟ سيبك من حج صبري. الله، هو انا مش مالي عينيك ولا ايه؟ ناقص تقول لي استنى لما اسال عنك. لا زكريا، انت اشهر من نار على العالم. امال فين المأذون؟ وادي المأذون اهو. والمأذون جه اهو وانا الشاهد الاول. وادي البطاقه. خلص الكلام. بتعمل ايه يا زكريا؟ بعمل اللي كان لازم اعمله من الاول. لازم تبقى فاهم انه لسه ما اتخلقش اللي يكسر رقبه عيلة العطار. اعجل يا زكريا، ما تقلبش الفرح ميتم. مين اللي قال انه اتقلب؟ معتصم! اقعد يا مولانا. افتح دفاترك يا مولانا. افتح! الليله زي ما هي. فرح ايمان بنت المحمدي على معتصم ابن عبد الهادي. مبروك عليك يا حاج. زكريا بيقول لكم اطمنوا، هو راجع قريب. زكريا بعتك انت ليه يا نادي؟ هو اللي قالك ان احنا هنا في بيت مراد؟ لا يا ماما، انا اللي قلت لها على مكاننا. نادي هتبقى مرات اخويا زكريا. ايه؟ زكريا مش متجوز غيري. استني يا هايدي من فضلك. ما اظنش ان ده وقت الغاز يا صالح. انت بتقول ايه بالظبط؟ يا عم سليم، ولا فيه الغاز ولا حاجه. دي الحقيقه وده اللي انا عرفته. ناديه هتبقى مرات اخويا زكريا، وهي حامل منه كمان. واللي قال لي على الموضوع ده هو حربي، لان هو كان شاهد على عقد الجواز بتاعهم. وزكريا جوزك ليه يا بنت الرايق على بنتي؟ اساله حضرتك، هو الوحيد اللي ممكن يجاوب على السؤال ده. تيجي ترمي بلاكي على زكريا ولا ايه؟ زكريا ما بيخلفش، وحتى لو كان الكلام اللي بتقوليه ده حقيقي فانت مش هيبقى لك اي لازمه بعد ما تخلفيه. ابن العطارين مش هيتربى في كباريهات. صح يا سليم بيه، ربوه زي ما انتوا شايفين، بس يا ريت تبعدوه عن الدم اللي انتوا غرقانين فيه. انت كدابه، وحربي اكيد كدب عليك. زكريا مستحيل يعمل كده. استني بس يا هايدي عشان نفهم، وتفتكري زكريا كان مخبي علينا ليه؟ أنا وصلت الرسالة. عندكم ابنكم بسألوه. عن إذنكم. استني يا نادية. يا جماعة أنا شايف إن إحنا نأجل كلام في الموضوع ده لحد ما زكريا أخويا يرجع. مش هينفع خالص اللي أنتوا بتعملوه معاها ده. وزكريا أخويا مش موجود. صح. مظبوط يا صالح. تقدري انت تتكلي على بيت ابوكي دلوقتي يا بنت الرايق، ولما يظهر زكريا هنعرف اذا كان اللي في بطنك ده ابنه ولا لا. ده اذا كان في بطنك حاجه من اصله، ساعتها هيبقى لنا كلام تاني. قلت لهم ليه يا صالح؟ كان لازم يا نادية اقول لهم، من حقهم يعرفوا. انا عايزك هنا تبقي في وسطينا. انا لما عرفت موضوع جوازك انت وزكريا قلقت عليكي، لحد يعرف ممكن يعملك اي حاجه، وقعدت ادور عليكي ما لقيتكيش، فتاكدت ان زكريا بيحمي مراته وابنه. عشان كده سبتهم يدبحوا فيا؟ لا اقسم بالله ابدا. انا كل اللي جه في بالي ان انا عايز الم الموضوع. انا مش عايز زكريا اخويا ادخله في حرب تانيه يخسر فيها كل اللي حواليها. ناديه ارجوكي، زكريا لما هيرجع هيحل كل حاجه صدقيني. طب هو قالك هيرجع امتى؟ اللي عرفه هو اللي قلته. هو قال لي ان هو هيرجع قريب، مش عارف يكلم اي حد فيكم عشان تليفوناتكم كلها مترقبه، ولو عارفوا مكانه كل حاجه هتبوظ. زكريا اخويا عنده حق، ما ينفعش حد فينا يوصل للتاني. زكريا حواليه ناس كتير عايزه توقعه،
يا نادي احنا بنمر بأزمة كبيرة كبيرة، بس إن شاء الله هتتحل، صدقيني هتتحل. أهم حاجة لما يوصل لك عايزك تفهميه إن احنا كلنا جاهزين، وإن العيلة كلها في ظهر كبير العطارين زكريا العطار. نادية بعد إذنك ثواني عايزك. طب اسمع، بكرة الصبح عايزك تفضلي، هنروح مشوار مهم. مشوار مهم فين يا عم؟ ما هو ما ينفعش نرجع حق العطارين وفي واحد واخد من العطارين حتة. لازم كل حاجة ترجع في مكانها الأول. اللي حصل ده باطل. شرفت يا شيخ. ما تجربش من بنت يا معتصم، فاهم؟ إلا برضاها يا حاج. خلونا في المهم، العمودية ترجع تاني لعيلة العطار، وده عشان ننسى اللي حصل ونعتبر إنه أصلاً ما حصلش. عيلة عبد الهادي وعيلة المحمدي دلوقتي بقى ما بينهم نسب، يعني ننسى الخلافات القديمة. عايزين الخير يعم على الكل. أنا مش هغلط غلطة أبويا تاني. وأنت يا حاج وفيق، أوعى تفكر تغلط غلطتك دي تاني، عشان لو حصل أنا حمحي عيلتكوا كلها من الوجود. التجارة والعمودية هتبقى في إيد عيلة العطار زي زمان. الأراضي هتبقى تحت إيديكم انتوا الاتنين. شرق الرشاح هتبقى لعيلة عبد الهادي، وغرب الرشاح هتبقى لعيلة المحمدي. ده كلامي. إيه قولك يا حاج؟ نقرأ الفاتحة؟ جريت قبل كده غصب عني يا زكريا. يبقى تقرأها المرة دي بمزاجك. ها؟ إيه قولك؟ قلت ايه يا عم الحاج؟ احنا بقينا نسائي، ما تبصليش كده. نقرا الفاتحة. ليه يا نادي؟ حبيته اكتر ما انا حبيته؟ يمكن، بس هو حبك اكتر. كنت دايما بشوفك في عينيه، كان كتير قوي بيغلط وبيقول يا هايتي. كان معايا بجسمه، لكن قلبه وعقله معاكي انتي. اللي بيحب ما بيخونش. زكريا ما خانكيش يا هايتي، انا اللي كنت بحبه وانا اللي كنت عايزه ابقى معاه. يمكن يكون حب فيا حاجه ما لقاهاش فيكي، بس انا متاكده ان كل لحظه كان نفسه يبقى معاكي انتي. كتر خيره والله. واللي زيك بقى كده كان بيحس انه نايم مرتاح وهو واخده من بيته واهله. بس بس بس، ايه الطريقة دي؟ ربنا ساعات بيحقق أحلامنا، وأنا طول عمري ما عشتش في حياتي غير ظلم. أنا حلمت براجل زي زكريا، بس عمري ما عشت في عيلة نظيفة زيك. أنا كتير قوي الناس كانت بتبصلي بنظرة واحدة مش كويسة عشان مجرد أبويا صاحب كباريه. ساعات كتير قوي كان بيبقى نفسي في حاجة وما لقيهاش، وحتى بنام على مخدتي وأنا مش مبسوطة، لحد ما ربنا رزقني بزكريا. وساعتها ما كانش ينفع ان انا ما اتمسكش بيه. يا هايدي انا صبرت كتير قوي. ما صبرتيش قد ما صبرت انا يا نادي، ما صبرتيش. انا طول الوقت حاسه ان في بينك وبينه حاجه وما بتكلمش. دايما حاسه ان في حاجه نقصت منه وما بقتش بتاعتي وما بتكلمش. كان نفسي ابقى ام، بس حبي لزكريا كان اكبر. ازاي يا ناديه اللي في بطنك ده يبقى ابن زكريا؟ على فكره زكريا بيخلف وما رضيش يجرحك ويقول لك ان المشكله منك انت. يا هايدي ما تحرمنيش من ان انا اعيش لحظه واحده جنب زكريا.